الكبير الكابتن طارق العشري. اه طبعا حبيبي. مساء الفل يا كابتن طارق. كابتن ميدو زي صحتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. اخبارك ايه؟ الله يخليك. معايا الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، بيرحب بحضرتك. حياتي لحبيبي استاذ ممدوح. كابتن طارق انت جاي على السيره ولا ايه بقى ولا ايه ولا؟ اه حبيبي وحشني والله. والله انت كابتن كمان. والله يا كابتن هي يعني كمان للساده المشاهدين انا بحلف لهم بالله ان هي مش مترتبه، لان احنا كنا لسه بنرشح الاسماء اللي ممكن تقود منتخب مصر، وكان حضرتك من ضمنها. كان الاستاذ ممدوح بيقول ليه كابتن طارق العاشر لا، ليه كابتن حسام حسن لا، ليه كابتن اهاب جلال لا، فبنتكلم في اختياراتنا المدرب المصري. فحضرتك يعني ما كانتش المكالمه مترتبه بصراحه عشان الناس بس تعرف ان في مصداقيه، لكن طمنا عليك وطمنا على الحرس قبل ما نتكلم على المنتخب الوطني. والله الحمد لله الامور ماشيه كويس وابتدينا، وان شاء الله بنرتب الاوراق ان شاء الله نعمل فرقه كويسه السنه دي عشان ما نكررش السيناريو بتاع السنه اللي فاتت. يعني فضلنا على اخر وقت بننافس على النزول والحمد لله ربنا نجاها. السنه دي ان شاء الله باذن الله نرتب الاوراق بشكل كويس، نقدر ندعم بشكل كويس على اساس من بدري نستطيع ان احنا نرجع بتصفيه حرس الحدود تاني مره اخرى. اكيد اكيد الحرس كان فرقه مرعبه يا كابتن طارق، وكنت عامل معاها يعني شغل كبير جدا قبل كده، والسنه اللي فاتت كمان يعني قدرت ان انت تعود معاها. ان شاء الله نعود مره ثانيه ان شاء الله السنه دي، والناس يعني الحمد لله يعني استوعبنا الدرس بشكل كويس، لان السنه اللي فاتت الصراحه الواحد عاش على اعصابه، يمكن كان معايا اكيد عايش معايا على الموضوع، عايش على اعصابنا بشكل كبير جدا في كل ماتش اكيد جدا على عاوزين مش عاوز انا كمان نفسي مش مستحمل اكرر التجربه دي. اكيد يا كابتن تجربه بتبقى مريره جدا يعني بكل تفاصيلها. بالضبط. حضرتك ناوي تكمل معاهم ولا لو في عروض جات لك اقوى ممكن يبقى في شرط حضرتك حاطه في العقد، ولا ناوي تكمل السنه مع الحرس باذن الله؟ لا خلاص انا يعني انت عارف ان انا من نهايه السنه انا قلت ان انا في بعض الاشياء اللي بد تترتب مع مجلس الاداره على اساس استمراريتي مع الفريق. فحصل ان المجلس كان بيتشاور بشكل كبير جدا، ولذلك انا بعت حاسس ان امكانيات النادي لا تتناسب. بعد كده الناس اتصلت بيا مره ثانيه، واحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح اكيد لترتيب الفرقه بشكل كويس جدا. انت عارف النهارده الدنيا في الاسعار بقت يعني كبيره جدا، واحنا نزلت نفسنا لنا ليميت معين يعني. اي نعم بس لابد انك تكون على الاقل قريب عشان تستطيع انك تجتذب العناصر الجيده اللي تجي لك عشان تبقى عامله معاك الفرق بشكل كبير جدا. احنا عندنا قوام اساسي بشكل كويس حافظنا عليه، وهندعم حوالينه بشكل كويس بقوام جيد ذو خبرات جيده لعيبه واعدين يليقوا باسم حرس الحدود، على اساس ان شاء الله نرجع يعني ستيب باي ستيب كده للشخصيه اللي انا بقول لك عليها حرس الحدود اللي الناس كلها متذكراها انها خدت ثلاث كؤوس قبل كده، ويمكن اخر دوري قبل ما اتلغى 2010 احنا كنا الاول على الدوري. فعاوزين تاني نرجع للذاكره دي بشكل كبير، مش هنرجع الا لما نعد نفسنا بشكل كويس. ان شاء الله يا كابتن ترجع، وان شاء الله يرجع الحرس معاك بشكله القوي جدا اللي كان بيخوف الانديه الكبيره كمان. لكن اسمح لي اسال حضرتك سؤال مباشر يا كابتن طارق، وحضرتك بتتفرج على ماتشات المنتخب وبتقيم الاداء الفني للمدير الفني للمنتخب او الاداء الفني بشكل عام، يعني بتقول لنفسك ايه او بيجي في دماغك ايه؟ شوف في الشك احنا كلنا يعني حزانة لظهورنا بالمظهر ده وخروجنا في وقت مبكر بشكل كبير جدا في الوقت المفترض ان الطموح على بمجرد ان البطولة اسندت لمصر، ويمكن دي النقطة المضيئة يعني في المشوار بتاع المنتخب، ان الصراحه الحكومه والاداره الرياضيه القائمه على البطوله يعني الحمد لله احنا اظهرنا مظهر المشرف للوجه المصري الحقيقي. بالظبط. وخلي بالك وقت قصير الملاعب يعني شيء مشرفا، الافتتاح كان شيء مشرف، حتى الان كل الناس بتشيد، الجماهير كلها بتشيد، يعني مفهوم لابد ان هم يشكروا بشكل كبير جدا عليه. وكنا نتمنى طبعا ان يواكب ده ان مصر تكون على الاقل في المباراه النهائيه، لكن خلينا نقول ان احنا يعني صراحه على الرغم من المجموعه بتاعتنا هي الاضعف، وكان من المتوقع ان مصر تتبوأ الى المركز الاول في مجموعتها، الا اننا يعني لم نستعد جيدا لهذه البطوله الكبيره اللي اقيمت على ملعبنا.
بشكل كبير جدا، وده واضح من خلال اداء المنتخب في ثلاث مباريات. كان الواحد يمكن بيدي نفسه مسكنات شويه، يقول ان ممكن في الادوار المهمه، يمكن دي عشان هم ضامنين، ممكن في الادوار المهمه يبان الوجه الحقيقي، لكن لما اتضمن فريق منظم زي جنوب افريقيا، وهو مش هو في المرتبه العاليه لكن فريق مجرد ان هو منظم واشتغل على اسلوب معين في المرتدات، استطاع ان هو يقصينا بشكل كبير جدا، وده يمكن نتاج لما سبق. يعني انا شايف ان احنا من بعد كاس العالم، لان انا شايف الكلام بيتكرر من بعد كاس العالم، هو الكلام اللي شايفه على الميديا وعلى القنوات وعلى التلفزيونات وبين الجماهير، نفس الكلام ده اتقال بعد كاس العالم، ونحن نعيد ترتيب الاوراق، وهاتوا التجربه الدنماركيه والتجربه الالمانيه والبلجيكيه، ودلوقتي الدنيا ما اتحركناش. انا مش شايف حتى في القوام الاساسي بتاع المنتخب ما تغيرش فيه شيء بالظبط، يعني هو بنسبه 90% حتى هو، ولكن يمكن مع كوبر كان ليك اسلوب على الاقل، هو دفاع اي نعم. طب يا كابتن اسمح لي اقف ثانيه واحده قبل ما حضرتك تكمل. هل لو اتيحت الفرصه لاجيري بمعسكر طويل او ايام كبيره او شهور طويله، هل كان ممكن يتغير المنتخب؟ يعني هل الراجل ده المشكله ان هو كان في الوقت، ولا في الفكر والاسلوب، ولا في العقليه نفسها؟ شوف، اولا انا طول عمري بدعم تجربه المنتخب، المدير الفني المصري للمنتخب المصري. تمام. لان احنا عندنا مدربين يستطيعوا ان هم لو اتيحت لهم الفرصه بشكل، انا كنت اسال حضرتك السؤال ده، كان لازم وتوفر لهم الاتموسفير الجيد، زي كباتننا الكبار الكابتن الجهري، كابتن حسن شحاته، كباتن الكبار دول اللي صنعوا، يعني لو رجعت بالبطولات هتلاقي كلها مع الاجيال العظيمه دي كلها. ثلاث بطولات متكرره مع كابتن حسن شحات 2006 2008 2010، بطوله الاحرازه الكابتن الجهري جنوب افريقيا طبعا، يعني 98 98 البطولات الكبيره جدا اللي احرزها. فانا شايف ان لو اتيحت الفرصه للمنتخب اللي بيكون له مدير فني اعتقد مصري، اعتقد انه ممكن يقدر يقود له. لكن للاسف ان بعد بطوله كاس العالم كان عامله زي، تعرف انت لما يحب الواحد يتخبى ورا شيء فيجيب يداري وراها بالظبط كده، على اساس ان هيبقى حصل فيه تغييرات وعلى اساس ترتيبات وفي جيل جديد طالع. انا عاوز اديك يا ميدو تجربه انا شفتها حاليا، يعني في بطوله كانت بتواكب نفس البطوله الافريقيه، كنت متابعها طبعا، مش عارف انت كنت متابعها ولا لا، استاذ ممدوح متابعها اكيد. كوبا امريكا عندهم دعوتين وعملوهم لاسيا، فخدوا البطل اللي هو قطر والوصيف اللي هو اليابان. تمام. اليابان داخله البطوله زي دي، كبيره زي دي، بمنتخب قوام ومنتخب اولمبي ومدعم ببعض اللعيبه المحترفه من اليابانيين في الدوريات الاوروبيه، يعني حوالي خمس ست لاعبين. تمام. ولما بيسالوا المدير الفني قال لك احنا عندنا استراتيجيه واضحه، احنا بنعد جيل قادم هيقود اليابان في 2020 اولمبياد طوكيو اللي هي هينظموها، بالاضافه لبطوله الاسيويه، بالاضافه لتصفيات كاس العالم. يعني الجيل ده دلوقتي هم بيعدوه، فدخلوه بطوله زي دي كبيره، وافقوا ان هم يخشوا بغض النظر عن النتائج عشان يثقلوهم بشكل كبير جدا ويديهم خبرات بشكل كبير جدا. مجموعه من المباريات لو هم حبوا يتعاقدوا عليه عشان يعملوه هيدفعوا مبالغ كبيره جدا بالزبط. لما يلعبوا ضد الاورجواي، يلعبوا ضد الارجنتين، يلعبوا ضد البرازيل، يلعبوا ضد فنزويلا، يعني مجموعه مباريات اعتقد كبيره جدا 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 هتثقل المنتخب الياباني بشكل. انا عاوز اقول لك يعني سيبك من الكلام ده، لا انا بكلمك على الفكر اللي بيفكروا التخطيط لمنتخب 2020، يعني هم بيفكروا ل 2020 اللي هي طوكيو 2020. احنا من بعد كاس العالم كان المفترض ان احنا عندنا بطولة افريقية، احنا سواء كانت في الخارج او في الداخل، وبعد كده ان احنا هننافس على بطاقة، المفترض هننافس على بطاقة الوصول مرة اخرى لكاس العالم القادمة، لتصفيات كاس العالم القادمة. تمام. وده طبعا يعني احنا انت عارف ان احنا كنا، احنا في تاريخنا ما وصلناش غير مرتين، 90 او ثلاث مرات، 34 و90 والمرة الاخيرة اللي احنا وصلنا لها السنة اللي فاتت. فاحنا بنصل على يعني على سنوات متفاوته عشان نخرج بمنتهى السهوله ونرجع تاني. بتقول بقول لحضرتك بنعاني عشان ندخل وبنخرج بمنتهى السهوله. بنعاني، واللي انت شفته ده احنا هنعاني اكتر.
بالوقت المنتخبات كلها اللي انت شفتها اللي مفترض اللي هي بتنافسك عدت نفسها. النهارده في منتخبات مارده طالعه، المنتخب المالي ده من المنتخبات الكبيره. النهارده مفاجاه البطوله مدغشقر، ما كانتش متوقعه بان فرقه زي مدغشقر ديت او منتخب مدغشقر ان هو يصل للمرحله دي بشكل كبير جدا. هم حتى بيقولوا لكن شوف المنتخب بيأدي بصوره قد ايه، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، حتى لو لما اقصي كان منتخب كبير جدا جدا جدا. بالزبط. يعني في المنتخب النيجيري، منتخب الكوت ديفوار، حتى بنين، حتى بنين ادت بشكل كويس جدا. انا قصدي ان الكوره في افريقيا بتتطور بشكل كبير. تنزانيا شوف يعني حاولت بشكل كبير جدا، يعني شوف اوغندا، اوغندا حتى في مجموعتنا كانت قد ايه، احنا اوغندا دي كانت في مجموعتنا في تصفيات كاس العالم، وشوف منظرها دلوقتي، شوف منظرها دلوقتي. بالزبط. منتخب واعد. بالظبط. يعني منظرها كانت قد ايه قبل كده ومنظرها دلوقتي منتخب واعد. انا قصدي الناس بتفكر للمستقبل، احنا بنفكر تحت رجلينا، بنعمل على مسكنات، بنفكر ان احنا نخوض البطوله ديت بايا كان، المهم ناخد البطوله. لا بنفكرش ان احنا نقول، لازم نكون واقعيين. احنا يا جماعه نخاطب الشعب المصري بواقعيه، وان الشعب المصري شعب متفاهم. لازم نقول ان احنا هنقفل على نفسنا بشكل كبير جدا عشان نصنع جيل بعد كده يتفوق على افريقيا، زي ما حصل النادي الاهلي في سنه من السنين كان 10 سنين واخد البطولات الافريقيه ديت متتاليه، كان مكتسح افريقيا ال 10 سنين اللي كان فيها طبعا في الثمانيه والجزئيه. تمام. فانا يعني فانا عاوز اقول يعني ان احنا لابد ان احنا نقعد مع نفسنا موقف صادق مع النفس، ونفكر ونرتب شيء لمصلحه مصر عشان ما تظهرش الصوره السيئه اللي احنا ظهرنا، لان فيها تخاذل من الجميع، من الجميع، ما فيش حد يعني لا من الجميع متخاذل. والصوره ديت اعتقد يعني صوره لابد تكون في الاذهان عشان ناخد منها عشان نرجع ثاني اقوى مما كان. انا بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك كلمت كلام مختصر يعني في مصلحه الكره المصريه بشكل عام، كابتن طارق العشري نجم الكبير ومدير فني لحرس الحدود، شكرا جدا جدا على هذا الكلام وهذه المداخله.